أحباء العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. عاملين إيه؟ النهاردة عايز أتكلم عن إطار الروح، وهحاول أتقدم على قد ما أقدر. فهنقدر إيه؟ هنحاول نقرأ، علشان أهم حاجة الفصل ده في الكلام عن أنواع الروح، يعني ايه المرتبات الروحانية اللي احنا ممكن نتسلسل فيها ونتقدم فيها. ده فصل مهم جدا وهيفهمنا حاجات كتير، ولذلك انا عايز ايه اسجل، عايز اسجل ايه الموضوع ده يمكن على مرتين او ثلاثة قبل ما نرجع لكلاوديو. ممكن لما نرجع لكلاوديو نتكلم بسرعة اكتر ونبين حاجات اكتر، يعني ماشي. بستخدم البرنامج ده علشان ايه؟ نقدر نقرا الكتاب مع بعض بدون ما نقطع ونلزق، يبقى اسهل بالنسبه لي. يعني السؤال 93 بيقول: هل الروح بحصر المعنى دون غلاف، ام هو كما يزعم البعض محاط بماده ما؟ ده احنا كنا طبعا اتكلمنا دائما ان الروح علشان تظهر للاخرين اما يكون لها الجسد المادي اللي هو احنا فيه ده، او ان هم يكونوا بالجسد الاثيري الروحاني اللي بيتكون من المائع الكوني في المكان اللي انت فيه، في حسب الكوكب اللي انت فيه. وهنشوف الكلام ده مع بعض، مش هنقرا ميرميز لانه ايه ممكن يبقى فيه تفاصيل كتيرة، لكن المعنى ده بسيط جدا يعني. فالأرواح بتجاوب بتقول: الروح مغلف بمادة بخارية بالنسبة لكم، مادة بخارية أثيرية، ولكنها لا تزال غليظة جدا بالنسبة إلينا. بالنسبة لهم هما المادة اللي تحيط الروح بتاعتنا هي مادة ما زالت غليظة، لأن احنا في كوكب كله متأخر، يعني كوكب غليظ يعني. طيب معلش النهاردة في برضو رياح، فاستحملوا شوية معايا ماشي. الروح مغلف بمادة بخارية بالنسبة لك، ولكن لا تزال غليظة جدا بالنسبة إلينا، ومع ذلك فهي بخارية كفاية كي يستطيع الروح أن يرتفع ويطوف في الجو وينتقل إلى حيث يشاء. كارداك بيعلق ما بين قوسين وبيقول: كما أن بذيرة الثمرة محاطة بغلاف، كذلك الروح بحصر المعنى محاط بغلاف يمكن أن نسميه بالمقارنة بإطار الروح، واللي احنا بنقول عليها باللغة البرتغالي البير سبيريتو. يعني كلمة روح هنا اسمها سبيريتو، اللي هما بيقولوا بالإنجليزي سبيريت، هنا بيقولوا سبيريتو. والغلاف ده الروح بالتعبير بهذا الغلاف اسمها ايه؟ بير سبيريت. البير سبيريت هو غلاف السبيريت وغلاف الايه؟ الروح. السؤال 94 بيقول: من اين يستمد الروح غلافه نصف المادي؟ الاجابة: من المائع الكوني المحيط بالكوكب الذي هو فيه. لذلك فان الغلاف ليس واحد في جميع العوالم، ومن ثم فعندما ينتقل الروح من عالم إلى آخر يغير غلافه كما أنتم تغيرون ملابسكم. ده سؤال واضح جدا. زي ما قلنا الكوكب البير سبيريت ده الكوكب، لا الجسد البير سبيريت اللي هو غلاف الروح، هو بيعتمد على نوع المائع الكوني اللي بيحيط بالكوكب المعين، ولذلك احنا ممكن نغير نوع المادة دي كلما انتقلنا من عالم إلى عالم آخر. طبعا السؤال 94 واحد: يعني ذلك أن الأرواح التي تقطن عوالم سامية تتخذ غلافا أغلظ عندما تأتي إلينا؟ يعني أو في روح عليا عايزة تيجي هنا تتصل معانا، هل هم بيغيروا نوع الغلاف عشان يقدروا يتلائموا معانا في الجو اللي بتاعنا ده؟ فهم الإجابة بيقولوا: لابد أن تكتسي من مادتكم كما صرحنا. عشان تيجي روح من الخارج وتدخل الغلاف الجوي لازم هي تأخذ جسد من طبيعية الجسد الروحاني بتاعنا البير سبيريت، علشان تقدر ايه تتحدث معانا وتقدر ما تحسش بشيء غريب يعني ماشي.
زي ما تكون انت ايه بتدخل البحر بتاخد ملابس غطس عشان تغطس بيها، فانت بتلبس بدلة الغطس وبتغطس عادي جدا. سؤال 95، هل يتخذ الغلاف نصف المادي أشكالا معينة، وهل من الممكن أن نشعر به بالحواس؟ الغلاف نص المادي ده برضو اختراع كلمة، خد بالك عشان انت تفهم ان هو ليس مادي، هو مادة أخرى، ما نقدرش نقول عليه نص مادي ولا ربع مادي، واخد بالك، هو مادة أخرى. وهل نستطيع أن نشعر بهذه بالحواس بتاعتنا بهذه المادة الأخرى؟ أجل، فإن شكله على حسب رغبة الروح، الروح هي اللي بتشكل الجسد ده، وهكذا قد يظهر لكم الروح أحيانا إما في الأحلام زي ما بيجينا الروح في الأحلام، وإما في اليقظة، ويستطيع أيضا أن يجعل نفسه مرئيا وحتى ملموسا. شوف إزاي يعني ممكن الروح يبين نفسه ملموس يعني، وده حتى عن السيد المسيح بيقول إنه يوم ما ظهر لهم بعد 3 أيام بيقول إنه هو قام من الموت ورجع، وخلى إيه توماس إيه إن هو طب المسني عشان تتأكد إن أنا موجود. لكن طبعا السيد المسيح رجع ليس بجسده ولكن الروح هي اللي ترجع يعني. مش هنقرأ لنا كل ده، لكن هو بيتكلم على الهالة، والهالة الأسيرية كانت بتتسمى ايه عند الفراعنة كا، وعند الكهنة القدماء المصريين ايديلون، وعند الأغريق سيداريو، وهكذا يعني، في أسامي كتير، لكن هو غلاف وهالة كده، جسد وسيط، جسد متوسط بين الجسد والروح، اللي هو اسمه ايه كوربو أستراو، جسم أسيري، جسم مائعي. دي ملاحظة ايه المترجم. طيب هنوصل بقى لمختلف درجات الأرواح، دي بقى شيء مهم على فكرة. الأرواح العليا بتقول يا جدعان مفيش فرق بيننا وبينكم، احنا كلنا واحد، مجرد ان انتوا ايه في احد مراحل التقدم، فما تقلقوش من حكاية الدرجات دي. لكن كارداك كان عايز يعرف هل احنا بنتنقل من مستوى لمستوى، وما هي خصائص كل مستوى، ودي شيء مهم جدا، هي مختلف درجات الارواح. فالسؤال 96 بيقول هل الارواح متساوية ام يوجد بينها تدرج في المراتب؟ الارواح على درجات مختلفة، دي الاجابة، الارواح على درجات مختلفة بحسب درجة الارتقاء الذي بلغته. كل ما انت ترتقي، كل ما تسمو بروحك، كل ما انت تنتقل من درجة الى درجة. السؤال 97، هل هناك عدد معين من درجات الكمال او مراتب الارتقاء في عالم الارواح؟ هل هناك عدد معين من درجات الكمال او مراتب الارتقاء في عالم الارواح؟ العدد لا حد له، لانه ليس هناك فواصل زي ما انا كنت بقول لك مخططة بينها كحواجز، ومن ثم يجوز زيادة او تنقيص الدرجات حسب الرغبة، الا اذا اعتبرنا سجاياها العامة فيجوز حصرها في 3 درجات. طب فطبعا الارواح دي بحيث تنتهي درجة تبدأ الاخرى، فاحنا بنتداخل يعني، انت بترتقي بسهولة بتبقى شبه هتخش في درجة معينة، لكن لسه انت تقيل من حيث الدرجة الاولى، فبتبقى بين البنين لسه يعني، لكن بترتقي وبينطبق عليهم سجايا او سمات او صفات معينة. فهو بيدي بقى ايه تفاصيل بسرعة. في الدرجة الاولى يمكن وضع الارواح التي وصلت الى الكمال، دي ارواح درجة اولى، هي الارواح الطاهرة. وفي الدرجة الثانية توجد تلك الأرواح التي وصلت إلى منتصف تدرج الارتقاء، وهي إيه تبغي الخير كهدف ثابت لها، إيه الأرواح اللي بتختار الخير هو الهدف الثابت، ممكن تتخذ الإيه الدرجة الثانية. وفي المرتبة الأخيرة، الأرواح التي لا تزال في أسفل المراتب، أي الأرواح الناقصة التي تتميز بجهلها وبحبها للشر ولجميع الأهواء السيئة التي تؤخر ارتقاؤها. فدي إيه يعني 3 مراتب للأرواح عامة، 3 درجات عامة كده. لكن في الفصل اللي جاي يفتتهم أكتر، هيقول تفاصيل أكتر
عن الموضوع ده. فالدرجة الأولى هي الأرواح الطاهرة، الأرواح اللي وصلت لدرجة الكمال، الأرواح العالية، الأرواح النقية جدا، دول درجة لوحدهم، درجة أولى. وفي الدرجة الثانية بتوجد الأرواح اللي وصلت بقى لمنتصف الطريق، الأرواح اللي بتحب الخير وبتنتزع الشر، لكن لسه ما بقوش أرواح نقية تامة، يعني بيحاولوا برضو علشان إيه يتصلوا بالدرجة الأولى. وفي الأسفل بقى اللي هما زي حالتنا كده، الأرواح الناقصة اللي بتتميز بالجهل وبحبها الشر وجميع الأهواء السيئة التي تؤخر ارتقائها يعني. إيه، وانا كنت بنضحك معاهم في المركز الروحاني واقول بص بقى لو كان في درجه رابعه ابقى انا منهم، اني لسه بحب ايه اللحوم ومانيش يعني وصلت لدرجه من الكمال. فقالوا لي ما تخافش، احنا كلنا من النوع الثالث، ولذلك احنا على كوكب الارض، فما تقلقش من دي يعني. سؤال 98، أرواح الدرجة الثانية التي لا تبغي إلا الخير، هل بوسعها عمل الخير الذي تبغيه؟ يعني الناس اللي هي عايزة تعمل الخير، دول بتوع الدرجة الثانية، هل ممكن يعملوا الخير اللي هم عايزينه؟ قدرتها على عمل الخير، ده الإجابة يعني، متناسبة مع درجة تقدمها. فبعدها تقدم في العلوم والأخرى في الحكمة والطيبة، ولكنها جميعا لا تزال تحتاج إلى أن تتحمل التجارب. احنا لسه ايه محتاجين تجارب اخرى علشان وخبرات اخرى علشان يبقى عندنا. انت مثلا عايز تشفي الاطفال مثلا ازاي وانت غير طبيب؟ يعني ممكن بتحب الخير وعايز تتعب، لكن ممكن انت تروح تساعد مثلا الطبيب، تشيل مثلا طعام وهكذا، بتساعد المنظمات دي، لكن انت ما تقدرش تساعدهم بالكامل بالرغم انك عاوز تشفيهم وكل ده، لكن ما عندكش الاستطاعة بالرغم انك راجل من الدرجة التانية مثلا. السؤال 99، هل جميع ارواح الدرجة التالتة ارضياء واشرار في جوهرهم؟ كل جوهر الناس بتوع الدرجة التالتة دول ارضياء واشرار؟ كلا، فبعضهم لا يقدمون لا خير ولا شر. في ناس كده واقفة زي البيت الواقف كده، لا بيعمل لا خير ولا شر، ومش هنا يعني، سرحان في ملكوته هو. والبعض الآخر على النقيض، يسرون بيفرحوا يعني بالشر، ويغتبطون عندما يجدون فرصة للإيذاء، لما يشوفوا فرصة يؤذوا الناس بيفرحوا ويجروا ويؤذوا الناس. وهناك أيضا أرواح يميلون إلى الاستخفاف أو التهريج، في المهرجين يعني اللي بيحبوا يتريقوا على الناس، يديلهم الرسائل مش تمام، يضحكوا يهرجوا يشتموا، ده نوع من الأرواح برضه المهرجين، بتخش في الدرجة الثالثة اللي هم المتأخرين دول، ويرغبون بإثارة التشويش أكثر من إثارة الأفعال الرديئة. يعني النوع اللي هو اللي بيستخف ده، هم مش بيأذوا أذى زي الآخر بيروح ويقتل مثلا أو كده، أو بيحرق بيت أو كده، ده مجرد عايز يعمل تشويش ويسبب يعني مشاكل للناس الموجودين. ويسرون بالتخابس، بيبقى عندهم الخبث ده أكثر مما في الإساءة، ويتسلون بالخداع وبخلق المضايقات التي تضحكهم. في ناس من هذا النوع بيحبوا يتريقوا على الناس، بيحبوا يخدعوهم، بيحبوا يضايقوهم، وده بيسرهم جدا، ويقعدوا يضحكوا على الهبالة اللي هم فيها دي. ماشي، ده من أنواع مننا من الدرجة الثالثة يعني. التدرج الروحي بقى رقم ستة. في الملاحظات التمهيدية دي مجرد هنقراها مع بعض يعني، ومش هعلق عليها كتير يعني. ملاحظات تمهيدية، تتدرج الأرواح حسب مرتبة تقدمها والسجايا التي أحرزتها والنقائص التي ما زالت بحاجة إلى التخلص منها، ولكن هذا الترتيب ليس مطلقا، وليس هناك طابع حاسم لأي فئة إلا في جملتها. ومع ذلك فالانتقال من درجة إلى أخرى يكاد لا يدرك، وبصدد الحدود بين هذه الدرجات، فإن الفروق تتلاشى كما هو الحال في ممالك الطبيعة وفي ألوان قوس القزح، وأيضا في مختلف مراحل حياة الإنسان. ومن ثم يجوز ترتيب الأرواح في طبقات عديدة بحسب النظرة إلى الأمر.
إذ يحدث هنا كما يحدث في جميع أنظمة التبويبات العلمية، فقد تكون تلك الأنظمة العلمية تامة نسبياً أو معقولة نسبياً أو سهلة الفهم نسبياً، لكن مهما كانت فهي لا تغير شيئاً من جوهر المعرفة. وهكذا فإن الروح التي سُئلت عن هذا الموضوع اختلفت في عدد الطبقات دون أن تتغير الحال من جراء ذلك. وقد بالغ بعض الناس في أهمية هذه الاختلاف الظاهر، ولم يفكروا في الأرواح لا تعطي أي اعتبار إلى ما هو مجرد مجرد استراح. ففي رأيهم يعتبر الجوهر كل شيء، ثم يتركون لنا أمور الهيئة واختيار العبارات والتبويبات، وباختصار مسألة مسائل الأنظمة. فالأرواح العليا دي لا تهتم بدرجات والحاجات دي، بالعكس هم بيتواضعوا جدا ومش مهم يعني، ولا يتعالى عليك يعني. هو ممكن يكون في الدرجة الأولى ولا يتعالى على في الدرجة الثالثة، دي من مزاياهم يعني. نضيف أيضا الملاحظة الآتية التي ينبغي أن لا تنسى أبدا، وهي أن بين الأرواح كما بين الناس فإن بعضهم شديد الجهل، ولسنا نبالغ لو حذرنا من الميل إلى الاعتقاد بأن جميع الأرواح يعرفون كل شيء لمجرد كونهم أرواح في أي ترتيب يستلزم انتظاما وتحليلا ومعرفة عميقة بالموضوع. وفي عالم الأرواح فإن أولئك الذين تكون معارفهم محدودة هم مثلا جهلاء هذه الدنيا الذين ليس بوسعهم إدراك نظام التبويب بمجمله أو وضع أقيسة له، فهم لا يعرفون أو لا يفهمون إلا القليل من أي عملية تبويب. فهم يرون بأن جميع الأرواح الأسمى منهم هم من الدرجة الأولى دون أن يستطيعوا تقدير الفوارق في المعارف والقدرة والفضائل التي تميزهم، مثل ما يحدث بيننا على الأرض، حيث يعجز الرجل الخشن التمييز أزاء سجايا المتمدنين، وحتى أولئك الذين يستطيعون التمييز يختلفون في الوقت اللازم له حسب نظرتهم إلى الأمر. ولا سيما أن التقسيم ليس حاسما، خذ مثلا العلماء في علم النبات، فلكل واحد منهم طريقة لتبويب النباتات دون أن يتغير شيء في العلم ذاته، ذلك لأنهم لم يخترعوا هم النباتات ومزاياها، وكل ما فعلوه هو تفحص المجانسات بينها وبموجبها كونوا المجموعات أو الأصناف. وهكذا سلكنا نحن أيضا، إذ لم نخترع لا الأرواح ولا سجاياها، بل شاهدناهم ورقمناهم ثم حكمنا فيهم بحسب كلامهم وأفعالهم، ثم رتبناهم بحسب المشابهات بينهم مستندين إلى المعلومات التي جاءوا بها إلينا. طيب، بوجه عام تعترف الأرواح بثلاث طبقات رئيسية أو ثلاث أقسام كبيرة. في الطبقة الأخيرة أي التي في أسفل التدريج توجد الأرواح الناقصة التي تتميز بتغلب تأثير المادة على الروح وبالميل إلى الشر، وتتميز أرواح الطبقة الثانية بتغلب تأثير الروح فيها على المادة وبرغبتها في عمل البر، وهؤلاء هم الأرواح الصالحة. وأخيرا الطبقة الأولى التي تشمل الأرواح الطاهرة التي بلغت أوج الكمال. يبدو لنا أن هذا التقسيم معقول جدا وفيه معايير صحيحة تماما. بعد ذلك لا يبقى لنا سوى إبراز أهم الفوارق الموجودة في المجموع بواسطة عدد كاف من التفرعات. هذا هو ما فعلناه بمساعدة الأرواح، فهم لم يحرمون أبدا من عطفهم لإرشادنا في هذا العمل. ده كلام علينا كحرداك، خد بالك. بفضل هذا الجدول سيتيسر البت في مرتبة الأرواح الذين نتمكن من الاتصال بهم، أو في مقدار سموهم أو دونيتهم، أو من ثم مقدار الثقة والاحترام الذي يستحقون. وبأسلوب آخر، فهذا الجدول هو مفتاح علم الأرواح، إذ يستطيع وحده أن يرينا سبب الاختلافات التي تظهر في التخاطبات، كما يوضح لنا سبب تفاوت الأرواح
الثقافي والخلقي، غير ان نلفت النظر الى ان الارواح لا ينتسبون دائما الى تلك الطبقه او الطبقه الاخرى دون غيرها، ونظرا لانهم يحرزون تقدمهم تدريجيا وعاده في اتجاه اكثر مما في اتجاه اخر، فانهم يجمعون سجايا فئات مختلفه قد يتيسر تقديرها من اسلوب كلامهم ومن افعالهم. جميل. فانا هنتوقف عندها، وهنبدأ المرة الجاية بالسؤال رقم 101، هنتكلم عن الدرجة الثالثة، الارواح ايه الناقصة زي حالاتنا كده. ماشي. فالارواح عامة هم متقسمين للثلاث فرق دي، زي ما احنا قلنا، الدرجة الاولى الناس اللي هم الكمل، يعني الناس اللي وصلوا لدرجات الكمال، ارواح النقية والارواح الطاهرة، ودي يعني صعب ان احنا نصلها، اللي هي درجات الملائكة يعني. وبعدها الدرجات المتوسطة، واحنا بنحاول نصل الى الدرجة المتوسطة بحيث ان تتغلب الروح على المادة ويتغلب الخير على الشر. والفرقة الثالثة اللي احنا هنبتدي ندرسها من المرحلة الجاية، دول بقى لهم مواصفات، اللي هو كوكب الارض اللي احنا فيه، ناس بيغلب عليها، في عندهم الشر، في اللؤم، في الخبث، في الجهل، في اشياء كتيرة جدا، واللي خلت كوكبنا لسه كوكب متخلف، لسه في حروب، ولسه في مجاعات، وفي الحاجات اللي احنا شوفها دي، القرف اللي احنا بنشوفه ده. لكن ان شاء الله احنا هنتقدم شوية شوية ونقترب من الدرجة التانية، ارواح الدرجة التانية، وعالمنا هيبتدي يبقى عالم الريجينيريشن، بحيث ان ايه تتفوق فيه الروح على المادة، والروح تبقى انقى طبعا، وتلاقي كل سكان الكوكب بيحبوا الخير وهيعيشوا كلهم في سعادة طبعا. غباء نحن بتوع الدرجة الثالثة ان احنا لسه بنحارب بعض وبنضرب بعض وبنتخانق على اي شيء، وعندنا فساد اخلاق وحاجات زي كده، فبيؤثر علينا سلبيا ويخلينا كلنا بنعاني الامرين، لكن احنا اللي جايبينه لنفسنا يعني. فلازم نحاول ان احنا نسعى ونرتقي علشان نعيش في عالم اسعد، والا هنقعد في هذا العالم اللي احنا مش بنحبه قوي يعني. ماشي. اشكركم جزيلا، والى اللقاء في الحلقه القادمه. انا قررت اسجل الحلقه دي على السريع عشان ايه، انا عندي مشاغل برضو. ماشي. سلام سلام.